تبغى أوريكم كيف تحضروا طبق اللازانيا الكلاسيكي زي ما بيتقدم في المطاعم؟ دحين حوريكم بعض أسرار الشيفس لتبهري عائلتك. حنستخدم مكرونة لازانيا. السر الأول إنه إحنا عادة ما نسلق مكرونة اللازانيا قبل ما نطبخها، بس اليوم حنسلقها لمدة 3 دقائق عشان نقدر نحصل على طريقة تقديم زي اللي في المطاعم.